هذا ما هو بذكر، الذكر لا إله إلا الله. هو من أسماء الله الحسنى الزائدة عن الأسماء 99 التي وردت في الأحاديث الصحيحة، فهو من أسماء الله الحسنى ضمير غائب يعود على الله عز وجل، هو ضمير عائد على الله جل جلاله، ومعناه حاضر لا يغيب. قال بعض العلماء هو عند أهل الظاهر مبتدأ يحتاج إلى خبر لتتم الجملة، وعند أهل القلوب لا يحتاج إلى خبر، هو مبتدأ وخبر. يعني بعضهم يقول إذا قلت في ذكرك الله الله هذا لا يجوز، نقول لهم لماذا؟ يقولون لأن الله كلمة لا تفيد معنى كاملا، لا تفيد المعنى الكامل، يجب أن يأتيها خبر. هو عند أهل الظاهر تحتاج إلى خبر، هو الله، وفي آيات كثيرة هو الله الذي لا إله إلا هو، لكن عند أهل الحقيقة كما يقولون هو لا تحتاج إلى خبر، مبتدأ وخبر، لأنها تشير إلى الله عز وجل، والله جل جلاله ظاهر في كل شيء. يقولها كلها، هذا رد على الصوفية، انتبهوا اللي يقولون الله الله هو هو هو، هذا ذكرهم، ما يقولون لا إله إلا الله، يقولون الله 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 هو هو هو، هذا أخص، اللي يقول هو هذا أخص من اللي يقول الله، واللي يقول الله الله أخص من اللي يقول لا إله إلا الله، ولذلك يسمون أنفسهم الخاصة أو خاصة الخاصة. هذا ما هو بذكر، الذكر لا إله إلا الله كلمة، أما هو أو الله هذه لا إله إلا الله هذه كلام، كلام مفيد مبتدأ وخبر، أما هو أو الله هذا ما هو مفيد، لفظ مفرد ما يفيد شيئا، تقول الله أكبر تعالى الله ما شاء هذا ذكر، نعم، لأنه كلام ما هو بكلمة، كلام، كلام مفيد. يقول ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم، كلام مفيد، أما الكلمة التي لا تفيد هذه لا تسمى كلاما ولا ذكرا ولا تفيد صاحبها. فقول الله جل وعلا لموسى قل لا إله إلا الله، هذا يرد على الصوفية اللي يقولون هو هو أو يقولون الله الله الله، نعم، يقولون ما نقول لا إله إلا الله لأننا نخاف نموت قبل نكملها، يقول لهم الشيطان لا تقول لا إله إلا الله يمكن تموت وأنت ما كملتها، قل الله يكفي أو هو، نعم.